النهارده ان شاء الله هنبدا اول بقى جزء من المنهج بتاعنا اللي هو يخص الفيديو السريع. يمكن كنا اتكلمنا المره اللي فاتت يعني سريعا كده وادينا هنت عليه، وقلنا ان ليه تطبيقات كتير بنستخدمها في موضوع الفيديو ساوند، سواء في مجال الطيران، مجال التربوجيت عامه، التربوجيت انجن. فهنبدا نشوف ازاي احنا هنحلل الموضوع ده، وازاي هنحسب سرعة الصوت بتأثر معايا على ايه؟ طب الماك نمبر ده بيبدأ يدخل معايا في ايه؟ وتعريفه ايه؟ كل ده من خلال المحاضرة، وهنعرف تطبيق شهير قوي لموضوع السبيد اوف ساوند في مجال الطب، ونعرف علاقته بالموضوع ده وازاي بيبدأوا يستخدموا السبيد اوف ساوند في التطبيق. طيب عشان احلل موضوع سرعه الصوت ده يا شباب، احنا قلنا ان هو عباره عن ديستربنس. الديستربنس ده كل اللي فيه ان هو بيبدا بيتحرك بسرعه الصوت. طيب عشان احاكي الموضوع ده، او ان انا ابدا يعني اجيب له معادلات حاكمه، او زي ما احنا بنبدا من خط القانون ده خط مجموعه اسامشن، فانا عشان ابدا اعمل محاكاه للموضوع ده، هنفترض ان انا عندي دلوقتي بيستول وسلندر زي ما احنا شايفين كده، والبستون ده بيتحرك بسرعه دلتا في، وطبعا السرعه دي منتظمه. فبما ان البستون بيتحرك هنا يا شباب، فبينتج عنه موجه زي بالظبط لما تيجي في ميه مثلا وتبدا تحرك جزء معين في تشانل فيها ميه، فتلاقي في موجه اتكونت كده. الموجه دي بدات تتحرك في الجزء اللي قدام البستون ده لحد ما تتلاشى، لحد ما الطاقه اللي فيها تتلاشى اللي انت المفروض اديتها في الاول دي. فده نفس الموضوع بالظبط. البستون ده لما بيبدا يتحرك عندي بسرعه دلتا في، نتيجه السرعه دي يا شباب بيتكون حاجه اسمها سونيك ويف او ويف عامه. دلوقتي انا لسه ما اعرفش هي سونيك ولا ايه ظروفها، المهم ان في ويف. الويف دي بتتحرك نتيجه تحرك الويف ده في مجال الاستيشنري فلويد، فبيبدا يحصل عندي تغير في البروبرتيز نتيجه الويف اللي جت دي. طبعا هي متحمله في جزء من الانرجي نتيجه الضغط اللي انا طورتها للبستون دي، فبدا البروبرتيز عندي تتغير، فالضغط بدا يزيد، الكثافه بدات تزيد نتيجه نوع عمليه زي عمليه الكومبريشن بالظبط، والانصالبي او المحتوى الحراري بتاع الفلويد بدا يزيد ما بين الدلتا اتش ودلتا بي ودلتا واي. وطبعا باقي الفلويد يا شباب على اليمين ده هيبقى ايه؟ ساكت. فانا لو جيت اشوف تغير السرعه بالنسبه للاكس، هلاقي ان تغير السرعه حصل في المجال اللي فيه الموجه ده بس. بعد كده زي ما اتفقنا خلاص الموجه خدت شويه طاقه، بدات تتحرك في باقي الفلويد تلاشى. لما تيجي تشوف تغير السرعه تلاقيه بدا من الزيرو لحد القيمه اللي انت اديتها، اللي هو حركه الجسم اللي انت اديتها دي، استمرت لمده معينه على حسب طاقه الموجه ديت قد ايه، وبدات تتلاشى زي ما احنا شايفين دي. نفس الموضوع لو جيت اشوف الضغط برضو، هلاقي الضغط زاد فجاه نتيجه الطاقه اللي احنا اديناها ديت، وبعد كده بدا ينزل تاني للضغط بتاع الاستيشن فلويد. طبعا لان الاستيشن فلويد طبعا الفلوس بتبقى تزيد، ولكن له ضغط معين، ضغط الفلويد سواء هو ضغط اتموسفير او ايا كان الضغط عندك جوه المصطبه دي شكله عامل ازاي. وفي نفس الوقت ايه، بدا يكمل تاني في جزء الاستيشن بنفس الضغط اللي هو كان موجود عليه. يعني خلاص الديستربنس اللي انا عملته هو اثر بس في الجزء اللي احنا شايفينه ده، اللي هو الجزء اللي الموجه اتحركت فيه. في مشكله كده يا شباب؟ طيب ده عشان ابدا احكيه بقى لازم ابدا اعمل اتزان. يعني انا افترض ان انا اعمل كنترول فوليوم على الحته دي دلوقتي، وهبدا اعمل اتزان ما بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال. انا دلوقتي عندي الناحيه الشمال حصل فيها مجموعه تغييرات في البروبوتس نتيجه الطاقه اللي احنا اديناها، والناحيه الشمال المفروض اللي هو الاستيشنري فلويد اللي هو توصوا عليها خالص اللي هي البي والرو. طيب بدانا نعمل كنترول فوليوم زي ما احنا شايفين كده يا شباب. قلنا ان هو دلوقتي لو انا هفترض بقى، بما اني دلوقتي عاوز احكي السونيك سبيد او السبيد اوف ساوند، ان الويف اللي احنا انتجناها ديت بتتحرك عندي بسرعه الصوت بالنسبه للفلويد اللي هو فيه ده. دكتور ركز عليا دلوقتي. قلنا ان انا عشان احلل سيستم زي ده ما ينفعش احلله على وضعه كده.
ليه؟ لان لازم احط دلوقتي مجموعه اسامشن، لان بالنسبه للسيستم ده احنا قلنا مثلا لو انا بدي ضغط البيستون كده وبدا الويف دي تتحرك، معنى ان هي بتتحرك يعني كل البروبوتس اللي احنا بنتكلم عليها بتتغير مع الطريق. طب هل ده قابل للتحليل بالنسبه لي بشويه المعادلات البسيطه اللي هي معانا؟ لا، لان انا عشان احلل السيستم زي ده يبقى لازم لو انا هشتغل اون ستدي يبقى لازم اخلي كل البروبوتس دي فانكشن في الطريق، وده انا مش هعرف اعمله ولا هعرف احلل السيستم. طيب كان الحل ايه يا شباب؟ الحل ان انا افترض ان الويف دي بتتحرك بستدي اوبريشن، يعني ده مجموعه البروبوتس كلها ما بتتغيرش مع الزمن دلوقتي. طب ده اعمله ازاي؟ ان انا احاول اتحرك بالظبط زي ما اكون انت راكب عربيه فبتبقى انا واخد سرعتها. طيب امتى تشوف العربيه دي تقريبا واقفه؟ لو انت اتحركت بنفس سرعه العربيه. هو ده اللي انا هعمله بالظبط، ان انا افترض ان الكنترول فوليوم اللي عندي على الويف دي بيتحرك بنفس سرعه الويف بحيث انها تبقى بالنسبه له ساكنه، يبقى ده معناه ان مفيش تغيرات خالص بالنسبه للطريق. فده اول فرض انا هعمله، وبعد كده ابدا اعمل التحليل بتاعي. انا عارف ان طبعا البروبوتس كلها اتغيرت هنا في اتش زي دلتا اتش، بي زي دلتا بي، رو زي دلتا رو، وهنا السي بتاثر لي على دلتا في اللي هي ماشيه بيها الويف ديت، فيبقى عندي التوتال يبقى عندي سي ناقص الدلتا في، وعندي طبعا البروبوتس الناحيه الثانيه ما اتغيرتش خالص في الجزء الاستيشنري لانه ما تاثرش باي حاجه بعد الويف. طيب طبعا هنبدا نطبق القوانين اللي احنا اخدناها المره اللي فاتت بالظبط، طبعا الكونتينيوتي والمومنتوم، ولو في مجال ان احنا نطبق الانرجي نطبقها. بس هل طبعا هل احنا لعبنا في اي حاجه فيها درجات حراره او اي حاجه؟ هل ضفنا حراره السيستم؟ دخلنا حراره السيستم؟ اي حاجه احتكاك بموضوع الانرجي؟ لا. يبقى احنا هنطبق مبدئيا الكونتينيوتي ايكويشن والمومنتوم ايكويشن ونبدا نشوف احنا هنوصل ليه. طيب لما اطبق الكونتينيوتي ايكويشن يا شباب فهتبقى الرو في الاف سي بالنسبه للجزء اليمين ده بتساوي الجزء الشمال ده. طب الجزء الشمال ده عندي ايه؟ رو زائد دلتا رو، لان الرو اتغيرت بقيمه معينه نتيجه الطاقه بتاع الويف دي. في الاريا طبعا الاريا دي ثابته بالنسبه لي، الاريا بتاعت الويف اللي عندي دي. في السي ناقص الدلتا في اللي هو طرح السرعتين من بعض اللي هو سرعه السونيك سبيد مع الكرمنتال فيلوست اللي احنا اديناها للجزء. يبقى سي ناقص دلتا في. هنحل بقى موضوع الاكواش ده يا شباب رياضه عادي خالص، والرو هتتضرب في الثلاثه دول، وبعد كده الدلتا رو هتتضرب في الثلاثه دول، فيطلع عندي الرو في السي في الايه ناقص الرو في الدلتا في في الايه زائد الرو في الايه في الدلتا رو في الايه في السي ناقص الايه دلتا رو دلتا في. مبدئيا كده يا شباب زي ما احنا يمكن اتعرضنا لها المره اللي فاتت قلنا ان احنا لما بنضرب تغير بسيط قوي في تغير بسيط قوي بينتج عنه تغير ابسط، فبالتالي الترم اللي هيبقى الدلتا رو في الدلتا في ده هيبقى تقريبا بتساوي زيرو او مش بتساوي زيرو، بس هو مجازا احنا بنقول ان احنا نقدر نجمله، لكن في تغير طبعا، لكن تغير طفيف جدا. يبقى ده اول نقطه عندي. بعد كده انا عندي هل في حصل تغير في الاريا؟ ما حصلش اي تغير في الاريا لان هي الاريا بتاعت الويف، ما حصلش فيها اي تغيير ما بين الجنب اليمين والجنب الشمال. يبقى الاريا هتروح كلها مع بعض. هتفضل عندي ايه من القانون ده يا شباب؟ ان الدلتا في او التغير في السرعه بتساوي السي على رو دلتا رو. يبقى انا كده طلعت من القانون الاولاني ده ان الدلتا في بتساوي سي على رو دلتا رو. فيها مشكله يا شباب احنا وصلنا للجزء ده ازاي؟ طيب بنفس الاسلوب يا شباب هنطبق المومنتوم ايكويشن على نفس السيستم بنفس الكنترول فوليوم. يبقى انا عندي البي زائد دلتا بي في الاريا ناقص البي في الاي اللي هو الناحيه الثانيه دي بتساوي طبعا المومنتوم الناتج من السرعه اللي هو الام دوت في السي ناقص الام دوت في السي ناقص الايه؟ الدلتا بي. هنبدا برضه نحل الاكواز دي يا شباب، هتبقى ام دوت في السي وام دوت في السي زائد ام دوت دلتا في، طبعا الاثنين دول نفس القيمه فراحوا مع بعض. الجزء ده برضه لما ابدا احل فيه هتبقى البي في الايه والبي في الايه هيروحوا مع بعض، ففي النهايه وطبعا الاريا عندي واحده يبقى في النهايه يطلع عندي معادله ثانيه للتغير في السرعه، بس المره دي واحد على روف السي في الدلتا بي يعني في تغير الضغط. يبقى احنا كده جبنا تغير السرعه مره فانكشن في تغير الكثافه ومره فانكشن في تغير الضغط. لو انا سويت دلوقتي المعادلتين دول ببعض يا شباب يبقى يطلع عندي من المعادلتين دول ان انا اقدر اجيب السونيك سبيد اللي احنا عاوزين نعملها. احنا في البدايه خالص قلنا احنا بنعمل القصه دي كلها
وبنعمل السيستم البسيط ده عشان نبدا نشوف السلوك الجديد ده هتبقى فاريبل في ايه او ايه اللي بيأثر عليه. يبقى عندي من القانون ده يطلع عندي ان السي سكوير بتساوي الدلتا بي على الدلتا رو، يعني السي بتساوي جذر الدلتا بي على الدلتا رو. يبقى انا كده عرفت ان السلوك الجديد مبدئيا هتبقى فانكشن في تغيير البريشر والايه والكثافه من القانون اللي احنا عملناه. طيب لو افترضنا طبعا يا شباب عشان نقدر نكمل، انا دلوقتي عاوز اوصل لقانون اللي بنسميه ماثيماتيكال موديل او سيميوليتر، يعني ينفع اقدر اعوض فيه واطلع قيمه السي. طب هل انا ينفع اعوض في القانون ده دلوقتي؟ لا، انا عندي تغير. التغير ده بالنسبه لايه؟ انا ما اعرفش. يعني ايه الانيشال وايه الفاينل بتاعه انا ما اقدرش احكم دلوقتي. فلازم احول المعادله دي بعد دلوقتي لمعادله قابله للتعويض. قابله للتعويض ازاي؟ ان هي تبقى في بروبرتيز معينه، يعني في الرو وفي البي وفي التي على طول داير. انا اقدر عند اي كونديشن اعوض بقيم معينه اوصل لايه؟ للسونيك سبيد. طيب عشان اعمل الموضوع ده يا شباب، يبقى انا زي ما اتفقنا الاسامشن الثاني اللي هو كان بعد ستدي لو فاكر انت في المحاضره اللي فاتت، ان انا بعتبر البروسيس دي كلها ايزنتروبيك او على الاقل تبسيطا ادياباتيك. تمام؟ بحيث ان انا اقدر اقول ان البروسيس دي خلاص لو انا اعتبرتها ايزنتروبيك فبالتالي هي ما عنديش لا هيت ترانسفير ولا فريكشن افكت هاخدهم في الاعتبار. يبقى اذا القانون ده هاجي اكتبه تاني بنفس الكيفيه ولكن عند الاس ديت، يعني ان البروسيس ديت ايزوبروبيك او الدلتا اس تغير في الانتروبي بتساوي زيرو. في حد عنده مشكله يا شباب لحد دلوقتي؟ طيب بما ان البروسيس ايزوبروبيك يبقى احنا نيجي لقوانين الايزوبروبيك اللي احنا اديناها لمحه سريعه عنها المره اللي فاتت. يبقى البي على الروف الجاما بتساوي كونستانت، ده بالنسبه لي قانون الايزوبروبيك او الريليشن ما بين الضغط والكثافه. لو انا خدت لين للقانون ده يا شباب، يبقى لين بي على رو اس جاما بتساوي لين كونستانت. طبعا احنا عارفين لين كونستانت بزيرو، وانا عندي اللين بي، وطبعا ده هيجي بالسالب لانه في المقام والجاما هتنزل، يبقى في النهايه هيبقى لين بي ناقص الجاما في اللين رو بتساوي زيرو. لو رجعت تاني للتغير من اللين يا شباب، يبقى هيبقى دلتا بي على بي ناقص جاما دلتا رو على رو بتساوي زيرو. يبقى انا لو عدلت الجزء ده شويه هقدر اجيب قيمه. يعني الهدف من الموضوع ده يا شباب ان انا زي ما قلت احول التغير اللي هو الدلتا بي على الرو ده ان انا اجيب فانكشن في البي والرو بس في سياقهم الاساسيه اللي هو الضغط والايه والكثافه. فانا اقدر اقول ان الدلتا بي على الرو على دلتا رو عند الكونستنت او دلتا اس بتساوي زيرو او البروسيس ايزنتروبيك بتساوي جاما من القانون ده بقى في البي على الرو على طول. يبقى انا كده حولت الريشو ديت لريشو ثانيه ولكن من غير تغير. يعني فانكشن على طول في الضغط والايه والكثافه، وده اللي انا كنت عاوز اوصله. يبقى انا اقدر بقى اشيل ده يا شباب واحط مكانه ده بكل بساطه. يبقى جذر جاما في البي على رو، يبقى السي بتساوي ايه؟ جذر جاما في البي على رو. طيب الايكويشن اوف ستيت اللي احنا خدناها المره اللي فاتت برضه، البي بتساوي رو في الار في التي. يبقى انا اقدر اشيل البي على رو احط الايه؟ الار في التي. يبقى في النهايه وصلت للقانون، وده كان الهدف اللي احنا بنعمله كله، ان السي بتساوي جذر جاما ار تي. الاثبات البسيط اللي احنا شايفينه ده يا شباب مقرر عليه، يعني ممكن يجي في الامتحان. تمام؟ ان انت مطلوب منك ان انت تثبت لي الثقه بتاعه السي بتساوي جذر جاما ار تي. يعني ازاي اقدر اوصل من السونيك سبيد فانكشن في الاربع اليونيفرسال جاس كونستانت والايه والتمبريت. هو هو الله بس جذر مش اكتر. عشان انت النهارده تطبق من البدايه اللي هو بتديني بوتي اكويشن والمومنتم، وبعد كده تختار المعادله السي بتساوي جذر جاما ار تي. دكتور ازاي تحولت اللين تغير في البريشر مثلا في الاستعلاء؟ كل الفرق ان احنا رجعناها مش اكتر. فلما بتيجي تفك اللين دي بتساوي تغير الحاجه على الحاجه نفسها. لو من قوانين الرياضه بتاعت عزيزي مش اكتر. انا دلوقتي انا عاوز ارجع اللين دي تاني. شفنا معادله. انت بترجع بس المعادله الاصليه، انت خدت اللين الاول. ترجع بقى المعادله الاصليه فهي تغير الحاجه
اللي هي اللين فيها دي على الحاجه نفسها، يبقى تبقى دلتا بي على بي. طالما دي زي ما هي ده ثابت يعني ما فيهوش تغيير ولا تفاضل ولا اي حاجه، ولين الرو دلتا رو على رو. شغل الرياضه بس مع يعني ضمن الرياضه اصلا انت لما بتاخد لين لخمسه وسته لاي كونستنت في الدنيا بتساوي زيرو، ده ماثيماتيكال بتساوي زيرو، هنعملها على الاله كده بتطلع بزيرو. يعني انتوا اخدتوها في التفاضل والتكامل بس تقريبا انتوا نسيتوا يعني، بس دي حاجه ثابته اللين كونستنت بزيرو، دي حاجه من الثوابت. لا مش رقم اللين يا كل فهم لا تفاضل، بس انت رجعت ان يعدل خصوصيه التفاضل كامل مش عارف بس ما نركزش في التفاضل ايه؟ بس ما نركزش ان احنا عملنا التفاضل المشكله يا شباب. طيب يبقى احنا كده وصلنا، احنا كده وصلنا يا شباب ان السي بتساوي جذر الجامع ار تي. طبعا الجامع خلاص اللي هي سبيسيفيك هيت ريشيو دي معروفه يعني للجميع، الار بتساوي جذر كونستانت، وبعد كده التمبريتشر بجاس التمبريتشر، ولكن نخلي بالنا يا شباب ان التمبريتشر طبعا كابتر يبقى كلمه عشان الناس برضه بتعرض بسويسس ما زالت بتعرض بسويسس، فالتمبريتشر كابتر كده يبقى كلمه. طيب هيظهر لنا بقى حاجه جديده يا شباب او نمبر جديد اسمه الماك نمبر او الماكس نمبر على حسب ما تنطق انت، عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن السبيد اوف فلو على الساوند سبيد ان فلو اوف فلو، تمام كده؟ طيب بما ان يا شباب زي ما لما جينا نمثل السونيك ويف دي على انها دلوقتي ويف بتعدي في ميديوم، يبقى انا دلوقتي لو انا عندي دلوقتي ميديوم سوليد وميديوم ليكويد وميديوم جاز، سرعه الويف هتبقى اكتر في انهي؟ في السوليد. طب ليه؟ لان هي في النهايه موجه تضغط وتكامل كده بيبدا يعدي في الميديوم، فكل ما تبقى جزيئات الميديوم قريبه لبعض كل ما سهل ان انت تنقل الموجه دي لابعد مده ممكنه، وبالتالي الصوت بيبقى في الصوت. لو انت جيت كانت التجربه البسيطه بتاعت كوبايتين دول وبينهم خيط، فكنت تقدر تنقل الصوت مسافه بعيده ويوصل بطاقه كويسه يعني تقدر تسمعه. فده كان بسبب الموضوع ده ان انت كنت بتنقل الصوت مش بس في الهواء، لا انت بتنقله في ميديا سوليد اللي هو كان بالنسبه لك الخيط ده والكوبايه دي كانت بتجمعه وبتبدا تنقله عن طريق الخيط اللي كان التجربه اللي كنا بنعملها زمان، فكانت مبنيه على الموضوع ده ان الصوت بيتنقل اسرع وبقوه اكبر في الايه؟ في الاجزاء السوليد. طيب احنا نبدا بقى يظهر عندي حالات يا شباب. طب انا دلوقتي عندي الماك نمبر زي ما قلنا اللي هو سرعه الفليك على سرعه الصوت في نفس الفليك. طيب ايه بقى حالات الماك نمبر؟ ببساطه ان الفراكشن اللي هو موجود عندي ده ان انا ممكن يبقى عندي اقل من واحد، ممكن يبقى عندي بتساوي الواحد، او ممكن يبقى عندي اكبر من الواحد، فكل حاله من الحالات دي بدانا نسميها اسم معين ريلاتيف ليه يا شباب؟ ريلاتيف لسرعه الصوت. يعني هو دلوقتي عندي الحاله اللي بدانا نعمل لها ريفرنس والباقي منها كريفرنس ليها هو الحاله اللي في النص دي اللي هو لو الماك نمبر بتساوي واحد، ده معناه ايه؟ بكل بساطه من القانون معناه ان سرعه الفلويد دي ماشي دلوقتي او الفلويد ده ماشي بسرعه مساويه لسرعه الصوت عند التمبريتشر دي، يعني لازم عند نفس التمبريتشر، وسمينا الحاله دي اللي هي السونيك سبيد، تمام؟ طيب لو انا بقى لقيت الماك نمبر ده مثلا اقل من واحد، فده معناه ان سرعه الفلويد دي بقى اقل من سرعه الصوت، يبقى انا تحت السوليد دلوقتي يبقى انا سميتها ايه؟ صب سوليد. فالماك نمبر اقل من واحد يبقى الحاله دي عندي بصب سوليد. طيب لو انا عندي الماك نمبر بقى اكبر من واحد يبقى بقى السليب اعلى بقى سوبر سوليد. طيب في مرحله ثانيه يا شباب، طبعا زي ما احنا عارفين بالظبط حتى الكلام ده بيحصل في الفلويد العادي خالص ان مفيش فلويد بيتنقل من لامينار لتربلنت مره واحده. لاتش يعني مفيش حاجه في النص، لا. ففي مرحلة تانية يا شباب اللي هي الماك نمبر بقى قريب من واحد واكبر من واحد، حاجة بسيطة، حاجة في النص كده، لا منك وصلت للواحد ولا منك عديت بواحد بفترة ان انا اقدر اقول ان ده سوبر سوليد، فده برضه زي ما هناك بالظبط اسمه ترانزيان، ده
هنا اسمه ترانسونيك، يعني هي المرحله البينيه اللي هي ما بين اللي هو بينقلك من السبسونيك للسوبر سونيك من غير ما يعدي على مرحله السونيك، ان الماك نمبر فعليا واحد. طيب بيقول لي يا شباب بقى في السرعات العاليه بيظهر عندي حاجه، وده طبعا ماده لوحدها يا شباب تبدا تدرس فيها الافكت ده بيحصل ازاي، اللي هو لو عندي الماك نمبر اكبر من 5 فبيقول ان الريال جاز افكت بيكام امبورتنت كونفرت تو لو ماك نمبر سوبر سونيك. يعني بيقول لي لو انا عندي الجسم او الفلويد ده ماشي بسرعه عاليه جدا يبقى انا لازم اشتغل ريال كيس، ما ينفعش بقى اقول والله ده الغاز ده اللي معايا مثلا بيتبع قانون من ايديال جاس اكويشن، مش هيبقى بيتبع ساعتها. هيبقى ايه بقى؟ هيبقى ان انا بقيس البروبرتيز بتاعتي لايف ان تايم، يعني ايه؟ كل ثانيه انا بقيس البروبرتيز واشوفها شكلها عامل ازاي؟ لا بتتغير من ثانيه للثانيه، من جاس للثانيه كمان. وده بيحصل بالظبط في الشوك ويف، لما بيحصل ان شاء الله لما نيجي نشرح. في حال ان السرعات عندي عاليه اكتر من ماك نمبر 5، ده يعني سرعه الجسم او سرعه الفلويد اللي ماشي ده اسرع بخمس مرات من سرعه الصوت، فانا ما اقدرش اقول خالص ان الغاز ده يتبع الايدر جاز ايه اكويشن او نطبق عليه اي قانون من اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت. ده لازم اقيس البروبيتس اكسبيرمنتال يعني عملي في وقتها في الدقيقه اللي انا محتاجها او الثانيه اللي انا محتاجها دي حاليا. ما اقدرش اطبق اي قانون او اجيب ريشيو ما بين البريشر والتمبريشر زي ما احنا بنعمل او البريشر والكثافه، كل ده يبقى ايه بالنسبه لي ما اقدرش اطبقه. طيب في حاجه ثانيه يا شباب بيقول لي لو انا سرعه الفلويد عندي ده قليله جدا يعني تكاد تكون منعدمه تقريبا من الماك نمبر اقل من 3/10 فدي سرعه قليله جدا، فانا بقول ايه؟ ان الجاز عندي حاليا اقدر اعتبره انكمبريسر، يعني مجازا ان انا اقول الجاز ده ممكن اعتبره انكمبريسر. دي حاجه احنا دايما بتتسال فيها مره بيقول لك امتى اعتبر الجاز ايه؟ انكمبريسر. في الحاله دي بس اللي هي في السرعات القليله جدا الماك نمبر اقل من او يساوي 3/10، انا حسبت سرعه الفلويد على سرعه الصوت في نفس الفلويد ده ولقيتها اقل من 3/10 يبقى انا اقدر مجازا كده اتعامل مع الهواء اللي موجود ده ان هو انكمبريسر. في حد عنده مشكله يا شباب لحد دلوقتي؟ طيب هنبدا بقى نشوف شكل الويف ده بيبقى شكله عامل ازاي لو انا عندي السورس اللي بيديني الديستربنس ده ثابت مثلا. طيب السورس مثلا ده بيتحرك زي عربيه زي طياره بيبقى شكل الساوند ويف شكلها عامل ازاي وبتتوزع ازاي من السورس ده. طبعا هناخد ان هو لو هو ثابت او هو بيتحرك، طب لما بيتحرك هل هو بيتحرك مثلا بسرعه مسرعه بسرعه الصوت ولا بيتحرك بسرعه مسرعه اقل من سرعه الصوت ولا اعلى من سرعه الصوت؟ يعني احنا هناخد الحالات الاربعه اللي احنا لسه قايلين عليهم سواء سونيك سب سونيك سوبر سونيك التلات حالات دول مع ان السورس نفسه ما بيتحركش اصلا، ادي اربع حالات عندك وهتبدا تشوف البريشر ويف ديت او الساوند ويف ديت بتتحرك بشكل عامل ازاي. طبعا احنا عارفين يا شباب ان مسافه اي حاجه بتساوي سرعه في زمن، ده قانون قديم قوي يعني. طيب يبقى انا عندي اول حاله عندي يا شباب لو انا عندي السورس بتاعي ده ثابت يعني ما بيتحركش، انا مثلا عندي حاجه بتدي عندي ساوند ويف زي المفتاح مثلا بيديني ويف دلوقتي وهو ثابت في المكان ده، الويف هتتوزع عليه ازاي؟ ده سورس عندي بيديني ساوند ويف، الويف نفسها هتتوزع ازاي؟ بيقول ان هي هتتوزع على شكل دوائر المركز بتاعها السورس بتاعي، يعني السورس هيبدا يديني ويف تبدا الويف دي تطلع تبدا تحصل لها بروباجيشن لحد ما تختفي. المهم ان في النهايه المركز بتاعها هو الايه؟ السورس بتاعي، ده في حاله ان السورس يبقى عندي ثابت. طيب لو انا عاوز اجيب الدايمتر بتاع الويف ديت في اي وقت فعباره عن ايه؟ ان هي دلوقتي طبعا بما انها ساوند ويف فهي بتتحرك بسرعه الصوت يبقى عندي سرعتها بتساوي سي واروح ضاربها على طول في التايم، يعني مثلا السورس ده اداني دلوقتي ويف اهي بعد ثانيتين يبقى اخد الثانيتين اروح ضاربها بسرعه الصوت يديني ايه؟ الدايمتر بتاع الويف بتاعتي. تمام؟ فيها مشكله يا شباب؟ طيب ده بالنسبه لاول حاجه، طبعا بعد ده بعد زمن معين بعد الدلتا تي بعد زمن ضعف الدلتا تي مثلا وانت الدلتا تي عندك ثانيه مثلا يبقى عند ثانيه عند اثنين عند ثلاثه.
يبقى الشكل عندي بالشكل اللي انت شايفه ده. في مشكله يا شباب؟ ده لو انا عندي السورس بتاعي زي ما اتكلمنا ثابت في مكانه ما بيتحركش. طيب هنبدا بقى نصعب الموضوع. لو السورس بتاعي ده بيتحرك هنبدا نشوف حالات الحركه بتاعه. اول حاله اللي هي تبقى سابسونيك، يعني السورس بتاعي ده بيتحرك بس بيتحرك بسرعه اقل من سرعه الصوت في الفلويد اللي هو ماشي فيه ده. تمام؟ طيب يبقى انا عندي السورس كان هنا في الاول بدا يتحرك ويدي بولز فوصل لايه؟ 1. تمام؟ وبدا يعمل الويف بتاعته. طب هو دلوقتي الجسم بيتحرك بسرعه اقل من سرعه الصوت، يبقى ده معناه ان الصوت هيسبقه. ما هو سرعته اصلا اقل من سرعه الصوت، فالصوت هيبدا يسبقه، هيبقى متقدم عنه. وزي ما احنا شايفين كده، فالويف بقى السنتر بتاعها من هنا، ده ادي الويف الاولى. طيب بدا عند 2، راحت جايه الويف الثانيه. احنا شايفين يا شباب ايه اللي بيحصل؟ ان الويف دايما سابقه النقطه، يعني السنتر بتاعها سابق المكان بتاع السورس. وده ليه؟ لان السورس ما بيتنقلش معاها بنفس سرعته. معايا كده يا شباب؟ نفس الموضوع في الويف الثالثه، هتلاقي برده الويف سابقه السنتر بتاعها زي ما احنا شايفين كده. ايه؟ فاهمين يا شباب؟ طبعا نفس القصه لو انت عاوز تجيب الدايمتر بتاع الويف ديت في اي وقت، فانت هتشوف انت عند الثانيه كام تبدا تضربها في السرعه بتاعتها. تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبه للحاله بتاعت، يعني هو مثلا هنا الرسمه اللي قدامك ديت هي عند ماك نمبر بتساوي نص، يعني سرعه الجسم هي نفسها نص سرعه الصوت. وبتلاقي هتلاقي المسافه ديت نص المسافه اللي بتتحركها الويف. ان هو دلوقتي بيتحرك بنص سرعه الصوت، وبالتالي عند نفس الزمن في المسافه اللي هتحركها الجسم الويف هتكون اتحركت الايه؟ الضعف بتاعها. ده اول حاله من حالات السابسونيك. طيب حاله السونيك بقى يا شباب. السونيك بتاعتي ديت اكن بالظبط الجسم ساكن ولكن في كل وقت من الاوقات بتاعه، يعني هو اكنه بيتحرك حركه ويسكت. فبالتالي هيحصل ايه يا شباب؟ هيحصل ان عندك الجسم بيتحرك من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ من ايه نود لايه 1. طيب هتلاقي الويف نفسها اتحركت بنفس السرعه، اتحركت نفس المسافه. طيب اتحرك من ايه لو من ايه 1 لايه 2، اتحركت نفس المسافه. فهتلاقي الويفز كلها بتطلع من نفس النقطه، تطلع من نفس النقطه ليه؟ لان تقريبا زي ما يكون الجسم بالظبط ساكن ولكن بيتحرك لمكان جديد. لما اتحرك لمكان جديد الويف برضه اتحركت معانا مكان جديد بنفس المسافه. يعني هناك الحاله اللي قبليها كان ماك نمبر بنص، كانت الويف بتتحرك مسافه مثلا نقول متر، يكون السورس اتحرك نص متر. هنا لا، السورس اتحرك متر والويف اتحرك متر، فبتبدا من نفس النقطه او بتجمعه عند نفس النقطه اللي انت شايفها ديت، اللي هو عندي احنا بنسميها اللوكس اوف ويف او بدايه الويف، الخط اللي عنده بدايه الويف. طيب بيظهر عندي بقى في الحاله دي يا شباب زون جديده كده الناحيه دي، بيقول لي ان هي اسمها زون اوف سايلنس. معناها ايه؟ معناها ان الصوت كله رايح الناحيه دي، رايح ورا السورس كده. بعد النقطه اللي احنا شايفينها ديت اللي هي اللوكس اوف ويف، لو واحد واقف مش هيسمع الصوت ده، مش هيسمع الصوت ليه؟ لان ببساطه البروجيشن بتاع الويفز كلها الناحيه الثانيه. فسمينا الزون ديت اللي اسمها زون اوف سايلنس. في مشكله كده يا شباب؟ هات اهم مشكله. طيب الحاله الثالثه بقى يا شباب اللي دايما بتحصل في الطيارات، ودي انا مش هشرحها بالتفصيل دلوقتي، وهجيب لك فيديو يوضحها تفصيليا ايه اللي بيحصل. الحاله ديت اللي هي عباره عن السوبر سونيك بوينت سورس. يعني ايه سوبر سونيك بوينت سورس؟ يعني السورس بتاعي ده بيتحرك دلوقتي بسرعه اعلى من سرعه الصوت. فزي ما اتكلمنا لما كان في حاله الساب سونيك ان الصوت بقى بيسبقه، لا هو حاليا السورس هو اللي بيسبق الصوت. يعني السورس بيكون اتحرك وتبدا الساوند ويف تطلع يحصل لها بروبجيشن وراه. انت لو جيت تشوف هتلاقي ان البوزيشن بتاع اي 3 اهوت، شفت الويف فعلا بتاعت اي 3 فين؟ ورا السورس. يعني كده يا شباب ليه؟ لان السورس اصلا سرعته اعلى من سرعه الصوت، وبالتالي انت هتشوف الصوت ولسه هتسمع صوته. ده موضحها دلوقتي من الفيديو اللي هتشوفه. فبيظهر عندي حاجه يا شباب لما انا يبقى عندي السورس هنا، بعد كده يبقى هنا، بعد كده يبقى هنا، وبعد كده يبقى هنا، فانت عندك ايه 1 وايه 2 وايه 3 الويفز بتتكون بالشكل ده. فبتروح مكونه حاجه اسمها ايه؟ ماك كود. الماك كون ده يا شباب بيبقى له زاويه زي ما احنا شايفين الزاويه دي،
او اللي هي الزاويه الصغيره دي نص الزاويه يعني بتاع الفيديو. فالزاويه دي عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن السي على في او مقلوب الماك نمبر. ها السرعه بتاعه الصوت على سرعه الجسم اللي هي يعتبر اعلى من سرعه الصوت. وبالتالي دي مقلوب الماك نمبر. فانا لو طلبت منك مثلا في المساله ان انت تحسب لي الماك يبقى انا عندي ساين ميو او ساين سيتا او سميها زي ما تسميها ايا كان اسم الزاويه عندك، يبقى هيبقى عباره عن مقلوب الماك نمبر اللي هو الجسم ماشي بيه ده لو انت حسبته. في مشكله كده يا شباب في الحالات بتاعتي لو انا عندي السورس سامع السامع سورس، وليه هنا الجسم مش عندي احنا قلنا بقى يا شباب احنا قلنا دلوقتي الجسم اتحرك جزء. هل لو انت المركز عند الجسم نفسه فده معناه ان الجسم ثابت وبيطلع منه المركز على طول؟ لا، انا ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيتحرك مسافه معينه ويبدا يدي ايه؟ الساوند بتاعك. طيب هو دلوقتي بما انه بيتحرك بنفس المسافه اللي بتتحرك اللي السرعه بتاعتها بتاعه الويف نفسها بتتحركها، وبالتالي هتلاقي الويفز كلها اتجمعت كده بقت بادئه منه. تمام؟ بادئه عند نقطه معينه مش هو مركزها. مش هو مركزها ليه؟ لان هو بيتحرك وبيدي ساوند ويف. الساوند ويف دي عم بتبدا تاخد شكلها بتبدا تتحرك مسافه معينه يكون هو اتحرك نفس المسافه. تلاقيهم متجمعوا هيبان اكتر في الفيديو كده. هيبان اكتر ده الاشكال اللي احنا كنا لسه بنشرح فيها يا شباب، ان دلوقتي لو انا عندي طياره كده وافترضت ان هي ستوب يعني ما بتتحركش خالص، فتلاقي الساوند ويف زي ما احنا شايفين كده لو هي مركزها لايه؟ الطياره. طيب بدات تتحرك بدات تتحرك هو ايه السيستم بيطلع حواليه ممكن تحصل؟ طب هو بيطلع ساوند ويف؟ من حاجه كتير بتطلع ساوند ويف؟ احنا بنتكلم في طياره في عربيه في اي حاجه لها صوره بتعمل صوره بتطلع ساوند ويف. الطياره بتطلع ساوند ويف صوت الطياره السبسونيك بقى يا شباب لو انا الطياره دي بتتحرك بسرعه اقل من سرعه الصوت فده معناها ان سرعه الصوت ان هي سرعتها اقل من سرعه الصوت فالصوت هيسبقها فتبدا الموجات تتراكم هنا قدام الايه؟ الطياره في نفس الوقت هيحصل لها بروبيجيشن في الناحيه دي. طيب بدانا بقى توصل للسبيد اوف ساوند فده معناه ان الصوت بالظبط مع الجسم مش مركزه بقى الجسم ده بالظبط مع الايه؟ مع الجسم مع بدايه الجسم الصوت يعني لو طياره معديه فوق دلوقتي سرعتها مساويه لسرعه الصوت فانت اول ما تسمع صوت هتبص كده هتلاقي الطياره فوق. ده بكل بساطه بقى عشان الموضوع يوضح معاك في دماغك ان انت لو هتمثلها بطياره مثلا معديه انت اوقات بتعمل ايه؟ اوقات ايه يا شباب اللي بيحصل؟ بتلاقي الطياره عدت وصوتها انت لسه سامعه لسه سامعه حالا فبتبص كده تلاقيها هناك كده. فده معناه ان الطياره ديت سرعتها اعلى من سرعه الصوت، اما الصوت وصل لك كان ايه؟ الطياره عدت المكان اصلا بتاعك. فدي الطياره دي ماشيه بسرعه سوبر سوبر. طيب انا دلوقتي سمعت صوت الطياره ببص فوق كده لقيت الطياره فوق بالظبط، يبقى الطياره دي ماشيه بالسونيك سبيد اللي هو سرعه الصوت. اول ما سرعه الصوت وصلتني بص لقيت الطياره فوق بالظبط. طيب سرعتها بقى اقل من سرعه الصوت يبقى الصوت هيوصلني الاول وبعد كده الطياره هتوصلني. يعني انا سرعتها اقل من سرعه الصوت معناها ان انا اول ما اسمع صوت الطياره هبص كده الاقيها هنا هنا كده قبلي بمسافه معينه على حسب سرعتها ريلاتيف لسرعه الصوت بقى قد ايه. معايا كده؟ وده بالظبط اللي الشكل ده بيوضحه. ان انا دلوقتي لو انا هنفترض ان انا الشخص اللي انا بتكلم على نفسي كده ان انا واقف هنا مثلا. فانا في حاله سوبر سونيك لما اجي ابص انا سمعت خلاص الويف وصلتنا اهي. سمعت صوت الطياره ببص لقيتها هنا. عدتني، عدت البوزيشن بتاعي. طيب في حاله السونيك سبيد وانا واقف هلاقي الطياره فوقي على طول. حاله السب سونيك هلاقي ان انا سمعت الصوت الاول وبعد كده الطياره ايه؟ بدات توصل لي. الصوت ده طبعا خلاص انا مركز الصوت اصلا. هو انا واقف جنب الطياره وهي واقفه كده. خلاص انا سامع صوت. طيب ده الفيديو بقى يا شباب هيوضح لك الموضوع اهوت. لكن دلوقتي لو انا عندي الطياره اللي فوق ديت سوبر سونيك زي ما احنا شايفين كده يا شباب فانا الصوت هيوصلني هنا. انا مثلا خليني انا واقف هنا. فالصوت عم وصلني كده الطياره عدت اصلا. في الحاله الثانيه ديت الصوت مع الطياره بالظبط مع المحركات طبعا هو رسمه عشان المحركات هي اللي بتطلع الصوت. هو رسمه مع خط المحركات. الحاله الثالثه دي يا شباب زي ما احنا شايفين كده ان السرعه بتاعت الطياره مالها اقل من سرعه الصوت فالموجات سابقه الطياره بقيمه معينه زي ما احنا شايفين كده. الدنيا وضحت كده يا شباب افضل من الرسم شويه. طيب
برضو في فيديو على اليمين ما عرفش واضح معاك ولا لا، النبضة الصوت بيعملها ديت، فهي ده يقول لك ان دلوقتي عندي الفي على سي بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو. طيب هيبدا الجسم بقى يتحرك زي ما احنا شايفين كده، بدا يتحرك، ده بيقول لي عند ماك نمبر بتساوي ايه؟ 6 من 10، يعني ده سبسونيك. شايف الويفز بتعمل ايه يا شباب؟ الويفز بدات تبقى ورا الجسم وفي جزء قدامه اهو من الويفز. طيب بدا يتحرك بسرعه اكبر من الايه؟ من ال 6 من 10 دي، وصل واحد، فبدات الموجات تبقى ايه؟ تبقى مع الجسم نفسه، بدايتها الجسم نفسه وكلها ورا الجسم البروجيشن بتاعته. طيب بدا يتحرك بسرعه اعلى من سرعه الصوت، فشفت البروجيشن بدا يعمل ازاي بتاع الموجات؟ شفت الموجه بقى بتبدا منين؟ بتبدا من ورا الجسم تقريبا، على حسب طبعا هو دلوقتي ماك نمبر 2. الناس متخيله واضح؟ يعني دلوقتي خلاص الجسم بدا يتحرك، بقت الساوند ويف بتاعتي تطلع من وراه بقيمه ايه؟ بقيمه الماك نمبر. وبدا يقول لك في عندي ماك كود اهوت اللي احنا لسه قايلين اللي هو الساين الفا بس واحد الف، او زي ما تسمي بقى، هو بالنسبه له الماك نمبر اللي احنا بنسميه ايه؟ مش ايه؟ يعني مرجع تاني. في مشكله كده يا شباب؟ وضحت كده ولا في لسه في مشكله في كده؟ طيب هنيجي بقى لحاجه مهمه جدا يا شباب استخدموها في موضوع السوبر سونيك ده اللي هو الدوبلر افكت. اكيد يعني ربنا يعافي الجميع، في حد مثلا ممكن في اي حد عمل اشعه دوبلر، هي معتمده على نفس الموضوع ده بالظبط، اللي هو بيوجه عليه موجات فوق صوتيه اللي هي السوبر سونيك، ويبدا يشوف الترانسميتر. انت بيبقى في عندك فوق ترانسميتر كده وتحت رسيفر، تحتك رسيفر، الموجات دي لما بتعدي على جسمك بتبدا الرسيفر ده يستلمها بترددات مختلفه. الترددات دي لها ريفرنس، يعني هو بيقول لي ان الموجه دي لو جت بتردد مثلا 5 كيلو هرتز مثلا، يبقى الميديم اللي عدت فيه ده مثلا دم. طب جات له مثلا ب 10 يبقى ده عظم. جات له بتردد تاني يبقى ده لا قدر الله ورم مثلا في حته معينه على حسب الحته اللي هو بيعمل عليها. فدي فكره بالظبط الدوبلر افكت، ان هو بيديك موجات فوق صوتيه، الموجات دي الريسيفر بيستلمها بترددات مختلفه، وبعدها مثلا بتردد معين. بناء على الاختلاف في التردد ده هو عنده ريفرنس، هو جاب مثلا عظمه قبل كده وصلت عليها الموجات بتردد 5 مثلا وصلته 3، يبقى ده معناه ان انا لما استلم موجه التردد بتاعها 3 مثلا، يبقى الميديوم اللي عدت فيه ده او الحته ديت دي عظمه، يروح ظاهر لك على الجهاز شكل الايه؟ العظمه المتعارف عليها. فاهم قصدي؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل في الجروب. لا الدوبلر غير السونار، السونار اضعف شويه يعني موجات صوتيه بس، انما الدوبلر اشعه شويه متقدمه عشان تعرف لو وراهم الحاجات دي فبتبقى موجات فوق صوتيه. يعني طول الموج بتاعها اعلى بكتير من الاشعه بتاعت الايه؟ السونار، التردد بتاعها، الطاقه بتاعتها من الاخر. طيب عايزين نبدا بقى نشوف يا شباب احنا نستخدم بقى القوانين دي ازاي، او احنا بنستخدمها في ايه اصلا، ازاي احسب الماك نمبر والحاجات دي. المسائل دي سهله جدا يا شباب، تقريبا تعود مباشر، كل اللي فيها بس ان انت تبدا تحدد الجسم ماشي بسرعه كام وسرعه الصوت قد ايه، تقدر تحسب الحاجات دي بس بطريقه مباشره. ما فيهاش لعب يعني. فهو بيقول لي ان دلوقتي عندي طياره وتتحرك بسرعه 500 متر في الثانيه، تمام؟ ده انا كده عرفت سرعه الطياره. مديني طبعا الارتفاع بتاعي، ان البريشر عندي والدنسيتي ب 70.909، وبيقول لي ان الويند طبعا الروبز الدايركشن يعني قبل الطياره مش مع الطياره، عشان دي حاجه مهمه قوي يا شباب اوضحها دلوقتي هتفرق في ايه. وبيقول لي ان هي في الروبز الدايركشن ب 35 متر في الساعه، يبقى كده سرعه الرياح اللي قبل الطياره دي 35 متر في الساعه، ومش في اتجاه الطياره، بعكس اتجاه الطياره. بيقول لي يا شباب، بيقول لي عاوز الماك نمبر بتاع الويند. الناس تخلي بالها بقى من الكوير، لان انت مثلا ما بقولكش الماك نمبر بس وخلاص، لا انا بقول لك الماك نمبر وحدده بتاع ايه؟ وانت عندك دلوقتي طياره وعندك سرعه هواء. انت عاوز الماك نمبر ليه؟ هل ماك نمبر للطياره اللي هو ريلاتيف ولا ماك نمبر للهواء نفسه؟ فهو طيب اول حاجه الماك نمبر بتاع الويند.
تاني حاجة الماك نمبر بتاع الطيارة بطالب الاثنين. وبيقول لي لو انا ما عنديش ويز، يعني هو حتى طالب كمان الماك نمبر بتاع الطيارة في حالة ان ما يبقاش في ويند، يعتبر ان ما فيش ويند ويعتبر ان 35 دي مش موجودة. بيقول لي تاني حاجة الماك نمبر وفي اير كرافت ريلاتيف تو موفينج اير، يبقى هو طالب الماك نمبر بتاع الاير كرافت في حالتين. أول حالة بيقول لي اعتبر ان ما عنديش ويند خالص من قبل الطيارة دي. تاني حالة بيقول لي اعتبر ان في ويند بسرعة 35 متر في الثانية. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا كده هبدا احل المساله بتاعتي. طبعا اول حاجه لو احنا جينا نشوف صوره الصوت هتلاقي الجهاز اللي جوه مغطي، بما ان جهاز اللي جوه مغطي فانا محتاج اكتب بريشر. ولذلك هو مديني دلوقتي البريشر والدريسر. يبقى القانون بسيط خالص، دي بتساوي بي على ظروف الار. تمام؟ وانا عندي البريشر وعندي الدريسر بين 84 و87 لانه غير. خلينا متفقين يا شباب في الامتحان انا مش هديك اي حاجه تخص الايه. يعني انا لو المساله غير ما تنتظرش لا ار ولا تنتظر سي بي ولا سي بي ولا اي حاجه. اي غاز تاني هديك القواص بتاعته. او الجداول. انا لسه مش عارف الموضوع الجداول ده لان انا وارد ان انا اجيب لك مثال مثلا فيها الكومبلكس كلها، مش كده محتاج جداول في حاجه. طب احتاج مثلا الجداول هدخلها في الجداول. لسه تحت دلوقتي. المهم يا شباب في مشكله ان انا احسب التمبريتشر كده؟ تمام. هنيجي بقى لاول حاجه هنعمل. طيب عشان ابدا احسب الماك نمبر لازم يبقى عندي السونيك سبيد او السبيد اوف ساوند. تمام. يبقى انا ابدا احسب السبيد اوف ساوند. السي بتساوي الجهاز الجاما ار تي، الجاما بواحد 4 طبعا الار 287، وعندي التي انا لسه حاسبها 268.2. انا كده طلعت سرعه الصوت في الهواء، ودي طبعا سرعه الصوت في الهواء عند التمبريتشر ده يا شباب اللي هي 328، وفي العادي عند درجات الحراره العاديه اللي هي 25 درجه تقريبا بتطلع حوالي 325 سرعه الصوت. نيجي بقى لاول مطلوب يا شباب الماك نمبر اوف ويند. الماك نمبر اوف ويند او الماك نمبر عامه بتساوي السرعه او سرعه الفلويد على سرعه الصوت في الفلويد، يبقى الفي ويند على السي اللي احنا لسه جايبينه. فالفي ويند هو مدال 35 على السي 328، يبقى انا اقدر اجيب الماك نمبر عرفت بتاع الويند عندي بيساوي كام؟ تقريبا 1.10. يبقى انا كده خلصت من اول مطلوب. طيب نيجي بقى لتاني مطلوب يا شباب. الماك نمبر وفي الكرافت، وده في حاله ان ما عنديش ويند خالص. سرعه الكرافت كام؟ 500 على نفس سرعه الصوت لان هي ماشيه في نفس الهواء ب 328. يبقى انا كده جبت الماك نمبر بكام؟ 1.5. الطياره دي حالتها ايه؟ سوبر سوبر. يعني بتمشي ماشيه بسرعه اعلى من سرعه الصوت. طيب نيجي بقى نجيب الماك ريلاتيف اللي هو بيتكلم عليه ده يا شباب للموفينج اير. طيب ده الجزء بقى اللي احنا بنتكلم فيه. انت عندك لو انت عندك عربيتين ماشيين قصاد بعض فانت بتطرح السرعه. لا قصاد بعض بتطرح السرعه. طيب عربيه قبل عربيه بتبقى الحادثه اسوء ليه؟ لانك بتجمع السرعتين. فده اللي هيحصل دلوقتي. ولذلك هو جه في المساله وحدد لي الاوبزيت دايركشن. الناس تركز في موضوع الاوبزيت دايركشن ولا في الان دايركشن؟ السيم دايركشن. يبقى عندي هتبقى الفي ريلاتيف بتساوي الفي ويند زائد الفي اير كرافت، فهتبقى كلها على بعضها ب 535. ناخدها نقسمها على سرعه الصوت يديني ان الماك نمبر ريلاتيف في كام؟ 1.6 تقريبا. فيها مشكله يا شباب؟ هو ممكن نكتب السي على طول جهاز البيع جهاز الجرام بيع على طول. ايه؟ السي قلنا عندنا اللي هو جهاز الجرام بيع على طول. ماشي مفيش مشكله. عايز لايك عايز تجيب التمبريتشر لان ممكن اديك كمان مطلوب على التمبريتشر كمان مش عاوز تحسبه عاوز تحسب مطلوب انت كده كده القانون ده جاي من القانون ده وكل فعل ان انت استخدمته في النهايه برضه الايكويشن اوف ستيت اللي هي بقى ده الجزء ايه؟ ايكويشن بس تمام؟ في حد عنده مشكله يا شباب؟ طيب المساله الثانيه دي يا شباب على الجزء بتاع المكتوب ان هو بيقول ان في اير كرافت بتطير على مسافه 3000 متر وكونستنت فلوستو 650 متر في الثانيه. وبيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان الاير كرافت دي بص دايركتلي اوفر انا اوبسورفر زي شخص واقف مثلا. وبيقول لي ان هو طبعا ثابت يعني ما بيتحركش باي سرعه، ودي حاجه مهمه برضو عشان موضوع الريلاتيف لو انت هتحسب الريلاتيف. بيقول لي هاو ميني تايم اللابس
افتر ذلك كان افتر باس اوفر ذا اوبسرفر بيفور هي هيرز ذا سيرفر. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الطياره دي بكل بساطه لما قال لي كلمتين دول يبقى الطياره دي ماشيه بسرعه اعلى من سرعه الصوت يعني السوبر سونيك، لان هو بيقول لي دلوقتي الاوبسرفر هيسمع الصوت امتى؟ هيشوفها عدت بمسافه قد ايه؟ دي الخلاصه اللي هو عاوزها. بيقول لي هو على اعتبار ان الافرج سبيد اوف ساوند تقريبا ب 325 متر في الثانيه. يعني كده يا شباب؟ يبقى انا لو انا عاوز اجيب التايم يا شباب، فالتايم عندي عباره عن ايه؟ احنا قلنا المسافه بتساوي ايه؟ سرعه في زمن، يبقى التايم بتساوي مسافه على سرعه. طب انا عاوز اجيب المسافه الاول، يبقى انا لازم اجيب الزاويه واشتغلها مثلث عادي خالص. الزاويه دي عندي بتساوي احنا قلنا اللي هي ساين ماينس 1 واحد على ميو، او ساين ثيتا بتساوي ايه؟ واحد على ميو، بس هو اشتغلها على طول. فالميو بتساوي ايه؟ ساين ماينس 1 واحد على ايه؟ على الام. طب الواحد على الام ده يعني مقلوب النسبه دي، المفروض ان هي 650 على 325، فبما ان واحد على ام يبقى 325 على ايه؟ 650. رحنا نطلع الزاويه على طول يا شباب. طيب الديستانس بقى من المسافه اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت الابسوربر دي اللي هي السي بي دي، مش دي المسافه ما بين الابسوربر وما بين الطياره هتبقى موجوده فين؟ زي ما احنا شرحنا كده، لو انا واقف والطياره الاقيها هنا، فالمسافه بينهم وبين الطياره المسافه الافقيه دي، الصفحه تحت لو انا قلبت المثلث هتلاقيها المسافه الافقيه دي. طيب يبقى السي بي ده اللي احنا محتاجينه، وانا عندي الزاويه دلوقتي، فبما ان عندي ضلع وزاويه اقدر اجيب الايه؟ المسافه الثانيه الرئيسيه. يبقى عندي السي بي بتساوي الجي سي اللي هو المسافه الرئيسيه ديت اللي هو اوريدي مديها لي وقال لي الطياره على ارتفاع كذا على التان 30 اللي احنا لسه حاسبينها. التان مقابل على الجي ار دي. بس معايا؟ يعني التان بتاع الثيتا دي مقابل على الجي ار دي. فانا عاوز المسافه الافقيه دي. هو مديني المسافه الرئيسيه ديت والزاويه دي انا اوريدي حسبتها. تمام؟ يبقى انا كده عرفت اقدر احسب المسافه اللي احنا بنتكلم عليها ديت اللي هي السي بي اللي طلعت كام؟ حوالي 5000 تقريبا و 200. يبقى التايم بتاعي عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن المسافه على السرعه. بكل بساطه فالمسافه انا حسبتها ب 7 ب 5200 على السرعه بتاعتي اللي هي 500 ال 650 بتاعتي، يبقى طلع كام تايم يا شباب؟ تقريبا 8 ثواني. على قد بساطة المسألة دي يا شباب، المسألة دي جت في امتحانين ونص الدفعة قلت فيه. قلت في ايه بقى؟ الناس طلعتها 11 ثانية ونص حاجات ولا ايه؟ تمام، في مشكلة كده يا شباب؟ يبقى احنا كده خلصنا جزء السونت سبيد وطبقنا عليه كذا مسألة زي ما احنا شايفين كده، عرفنا ازاي نحسب ماك نمبر، عرفنا ازاي ده طبعا لو ابسوليوت، طب عاوزين نعرف ماك نمبر ريلاتيف قدرنا نحسبه برضو، قدرنا نحسب زاويه الماكون لو انا محتاجها او المسافه زي ما شفنا في المساله اللي فاتت محتاجين تايم قدرنا نحسبه. في حد عنده مشكله في الحاجه اللي احنا شرحناها دي يا شباب؟ طيب هناخد بقى مقدمه بسيطه كده يا شباب لحد ما ندخل في المره الجايه عن الايزنتروبيك كومبريسبل فلو. احنا قلنا ايزنتروبيك ده معناه على طول ان احنا عارفين شرطين ادياباتيك ريفليكشن ليس. طيب عشان اطبق الموضوع ده يا شباب يبقى انا لازم اعتبر ان الفلو ماشي جوه التشانل او جوه التيوب او جوه البايب اللي ماشي فيها ديت من غير اي فريكشن خالص، ما عنديش اي فريكشن، والباب دي معزوله لدرجه ان ما عنديش اي انتقال حراره سواء من الفلو للهواء او للميديم اللي بره ده او من الميديم للفلو. وهنشتغل بنفس الطريقه ان احنا هنبدا نطبق القانون بتاعتي اللي هو سواء طبعا هنا بيخص الانرجي ايكويشن لان احنا عندنا وهنبدا نشوف تاثير ده يا شباب على طبعا الايزوتروف بروسيس ديت ما اعتقدش ان احنا بنتكلم فيها حاجه ثانيه العلاقات دي الناس المفروض عرفتها من المره دي. فاحنا بس هنبدا نطبق يا شباب الحالات اللي احنا لسه واخدينها بقى اللي هو الساب سونيك السوبر سونيك السونيك على النوزل والديفوزر ونشوف تاثيرهم هيبقى شكله عامل ازاي. طيب زي ما احنا اتكلمنا يا شباب هنبدا نطبق الكونتينيوتي والانرجي اكويشن. هل احنا عندنا مومنتم دلوقتي؟ هل عندنا اي حركه حصلت؟ ما عندناش مومنتم. هنطبق الكونتينيوتي اكويشن والانرجي اكويشن. فالكونتينيوتي اكويشن يا شباب بكل بساطه هي الام دوت كونستنت اصلا. هل في اي فرع او اي حاجه خد كميه ام دوت؟
يبقى انا ام دوت واحد هي ام دوت اتنين، ده رو في واحد في واحد هي واحد صور اتنين في اتنين هي اتنين. طيب نيجي بقى نطبق الانرجي اكويشن بالصوره العامه بتاعتها، كيو ناقص الورك بتساوي ام دوت دلتا اتش دلتا كانتيك دلتا بوتنشال. هل هو جاب لي سيره ان الفلويد ده بيخش عند ارتفاع وبيخرج عند ارتفاع تاني؟ ما جابليش اي سيره، يبقى الدلتا بوتنشال بزيرو، يعني مش هيقدر يجيب في الايه؟ في البوتنشال الانرجي. طيب هل الشكل اللي عندي ده سواء نوزل او ديفيوزر بيطلع لي ورك او بياخد مني ورك؟ والورك بتساوي زيرو. طيب احنا مبدئيا افترضنا مسبقا ان العمليه ايه؟ ايزونتروبيك، وبالتالي اول شرط منها اللي هو الايديابيك، يبقى كيو بتساوي زيرو. يبقى وصل القانون في الاخر يا شباب، زيرو بتساوي لانه دوت اتش 2 ناقص اتش 1 زائد نص في 2 سكوير ناقص في 1 سكوير. طيب اقدر اظبط القانون ده ازاي؟ ان هو اتش 1 ناقص اتش 2 بتساوي في 2 سكوير على 2 ناقص في 1 سكوير على 2. لو انا جمعت يا شباب الواحد مع بعضيه، يعني كونديشن الدخول مع بعضيه وكونديشن الخروج مع بعضيه، هلاقي ان الاتش 1 زائد في 1 سكوير على 2 بتساوي اتش 2 زائد في 2 سكوير على 2. وبما ان الايديال جاز احنا قايلين المره اللي فاتت ان الاتش بتساوي سي بي في تي، فاقدر اشيل الاتش واحط مكانها سي بي في تي، يطلع عندي القانون الثاني ده اللي هو كي 1 زائد في 1 سكوير على 2 سي بي بتساوي 2 زائد في 2 سكوير على 2 سي بي. وهنعرف ايه الكونديشن ده يا شباب، يعني مجموع الاثنين دول على بعض ونعرف دلوقتي ان هو حاجه اسمها الاستبنيشن ستيت، ونعرف يعني ايه استبنيشن دلوقتي بالتفصيل. في حد عنده مشكله بس يا شباب وصلنا ازاي للقانون ده؟ هل احنا عندنا حركه ذات مومنتوم تويست الفلو بتحصل له تويست لقيت الفلو اديته اي نوع من الانرجي؟ لا ما عنديش مومنتوم، اصل المومنتوم بيشتغل على ايه يا شباب؟ المومنتوم بيشتغل ان في حصل تغيير في الضغط ما بين ناحيه يمين وناحيه شمال، مش الضغط اللي احنا بنتكلم عليه ده، تغيير ضغط مفتعل. مفتعل ازاي؟ انت زقيت الفلو زي ما احنا قلنا عملت موجه بالدكتور تمام؟ فبيبقى عندك جزء من المومنتوم زي ما شرحنا المره اللي فاتت عن طريق البريشر، والجزء الثاني عن طريق الفلويد نفسه اللي هو تحت الفلو اللي هو ام دوت في السي. فالاثنين دول مش موجودين عندي دلوقتي، مش موجودين في حالنا. تمام؟ فبالتالي طبقنا الكونتينيوتي وطبقنا الانرجي اكويشن عشان طاقه الفلو هي اللي اتغيرت، يعني هو في النهايه دلوقتي زي بالظبط ما بنتكلم على الفيرست 2، احنا الفيرست 2 احنا بنقول طبعا تفتح مساحه اسمها. طيب النوزل دي المفروض بتعمل ايه؟ بتزود السرعه، فبتزود السرعه على حساب ايه؟ على حساب الضغط. في النهاية طاقة الفلو ثابتة اللي هي التوتال انرجي بتاع الفلو اللي هي الاتش دي فهي ثابتة، وده اللي هيثبته القانون او اللي اوريدي اثبته القانون، ان انا اتش 1 زائد في 1 سكوير على 2 هي عبارة عن اتش 2 زائد في 2 سكوير على 2. ده معناه يا شباب انا ان طاقة الفلو اللي دخلت اللي هو الانسولتي خرج هو نفسه الانسولتي، بس خرج ازاي بقى؟ خرج في شكل اخر، ان السرعة بقت اعلى والبريشر بقى اقل، زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان الاتش بتساوي يو زائد البي في الفي. فالبي بما ان الفي عليت فالبي قل، ففي النهايه حافظت على ايه؟ على نفس المحتوى بتاع الايه؟ الماده المنفصله. فيها مشكله؟ طيب بما ان اعتبرت ان البروسيس ديت ايزنتروبيك فالدلتا اس هتساوي زيرو، يبقى اس 1 بتساوي اس 2 والايكويشن اوف ستيت طبعا البي بتساوي رو في رو ار بي. في مشكله يا شباب كده؟ نيجي بقى نتكلم على الاستنيشن ستيت. الاستنيشن ستيت بكل بساطه يا شباب بيشيل لي فكره السرعه ده خالص، بيعتبر ان الفلو استنى يعني ايه اصلا؟ هي جايه من اسمها اللي هو الاستنيشن ستيت، ان الفلو ده ساكن. الساكن ده بيتم ازاي يا شباب؟ سواء ان انت بتعمل اكسلريت للفلو من وضع سكون، او بتعمل دي اكسلريت للفلو لوضع سكون، فبتبدا تحصل على الاستنيشن ستيت. يعني كده يا شباب؟ يعني انا لو عندي تانك زي ما احنا شايفين كده، فاي حاجه هنقيسها عند في بتساوي زيرو وفيها استجنيشن. الفلو بدا يتحرك فبدات اخش في ستاتيك وجزء استجنيشن وترمي السرعه. يعني هتحول دلوقتي الاستجنيشن ده لجزء بريشر ستاتيك وترمي سرعه، سرعه الفلو اللي ماشيه بقى. لكن طول ما هو في الخزان فانا عندي استجنيشن ستاتيك. تمام كده يا شباب؟ ده بغض النظر، الفلو لو جاي لي هنا من الاستاتيك زي ما احنا شايفين كده وبدا يخش على الخزان، اول ما توصل سرعته بتساوي زيرو، يبقى شويه الطاقه اللي جوه السرعه دول اثروا على ايه؟ يا اما زودوا البريشر يا اما زودوا التمبريتشر عشان نبدا نوصل ان طاقه الفلو فضلت زي ما هي. هو ده اللي بيحصل بالظبط، ان انا بعتبر الفلو بتساوي زيرو، فالطاقه اللي جوه السرعه دي اتنقلت
يا اما زودت البريشر يا اما زودت التمبريتشر عشان نحافظ على ايه؟ على كميه الطاقه. فهو ده الاستنيشن ستيت بكل بساطه. طيب هنرجع على نفس القانون الشويه اللي احنا كنا اخدناها، اللي هي ان الاتش استنيشن ده هو عباره عن الاتش ستاتيك زي ما احنا قلنا، وترمي ايه؟ السرعه او جزء الطاقه بتاعت السرعه اللي هي في سكوير على الاثنين، اللي هو يعتبر كينيتيك انرجي. في مشكلة فيها يا شباب؟ طيب هو هنا كل اللي عمله يا شباب ان لما طلعنا احنا لو الناس فاكرة احنا كنا لسه قايلين ان في واحد زي في سكوير على الاثنين سي بي، لما عوضنا من الاتش بالسي بي في الاثنين، كل اللي عمله ان هو شال السي بي ديت وخلاها فرشن في الجاما ار على جاما ناقص ار، بس السي بي طبعا على السي بي والار بتساوي السي بي على السي بي، وبدا يبني الموضوع. فوصلنا في الاخر ان التي ستكنيشن بتساوي تي زائد الجاما ناقص الواحد على اثنين جاما ار في الفي سكوير. ده لو انت عاوز المعادله فانكشن في الجاما والار مش في الايه؟ مش في السي بي. طبعا هو بياكد لي تاني يا شباب ان الاستنيشن انسربي او التوتال انسربي، يعني احنا اوقات بنسمي الحاله دي يا اما استنيشن يا اما توتال، يعني دي طاقه الفلويد التوتال، يعني هي عباره ان هي ريبريزنت ذا انسربي اوف فلويد اون بروت تورس زي ما احنا اتفقنا. انت خلاص كلمه السرعه ده اعتبره مش اومال، اتحول كله في جزء الايه؟ الاستاتيك، فاداني التوتال انرجي بتاعت الفلويد. حد مش فاهم الجزئيه يا شباب؟ طيب ونثبت القانون اللي فات يا شباب، احنا عرفنا وبياكد لي عليه تاني ان احنا لما جينا نطبق الانرجي ايكويشن انه طلع عندي في النهايه اتش 1 زائد في 1 سكوير على 2 تساوي اتش 2 زائد في 2 سكوير على الاثنين. يبقى ده معناه ان لو انا هقول ان ده الاتش استنيشن 2 وده الاتش استنيشن 1، يبقى ده معناه ان الاتش استنيشن 1 تساوي اتش استنيشن 2. الحاله دي بوصل لها انت يا شباب؟ بوصل لها لما اكون البروسيس عندي ادياباتيك وفريكشن ليس، ده الاساسي وما عنديش اي ورك بيخرج من السيستم او بيدخل السيستم. معايا؟ فانا اقدر اقول الكلام ده بيطبق على ايه؟ بيطبق على النوزل، على الديفيوزر، على كونفرجنت دايفرجنت نوزل اللي بعد شويه هنشوفهم. احنا وصلنا ان الاتش استنيشن ثابت. الصوت بقى شباب، بس الناس ما تعتمدش بقى يا شباب على موضوع الاتش استنيشن ثابت ده على طول، قال لا لما يبقى مطبق الكلام اللي احنا قلناه والاسامشن اللي احنا حطيناه ديت، ان طبعا البروسيس تبقى ايزنتروبيك، يبقى عندي ما فيش ورك بيروح من السيستم او بيدخل من السيستم، عشان اقدر اقول ان الاتش استنيشن ايه؟ ثابت. طيب في حسبه بسيطه تحت كده يا شباب، طبعا هو بيقول لي ان هو بيقول لي during the استنيشن بروسيس انا سلو على الفيوزر، وانا عندي الفيوزر الكينيتيك انرجي بتاع الفيوزر بيعمل ايه؟ بيقلل السرعه على حساب الضغط، والضغط بيعلى، فهو بيقول لي ان الكينيتيك انرجي او الطاقه الكينيتيك ديت بيحصل لها تحول اللي هي كونفرتد تو انسولفي، اللي هو عباره عن الانترنال انرجي زي الفلو انرجي اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو فيها بيقول ترم الضغط يعني، وده بيحصل ان في ريزلت ان انكريز ان فلو تمبريتشر، وده بديهي بما ان كميه السرعه دي انت وقفت الفلو فجاه فضغطه هيعلى ودرجه الحراره تاني عشان احافظ على المحتوى الخارجي بتاعه زي ما بنتكلم. طيب لو انا عاوز احسب الاستجنيشن فاليو بالنسبه للمساله اللي احنا شايفينها دي يا شباب، بيقول ان الاير بيمشي بسرعه 300 كلفن بدرجه حراره 300 كلفن بسرعه 100 متر في الثانيه، بيقول لي اسبروتو ريسك ادياباتيك، يعني هو قال لي ان هو قدمها لي ان هو ادياباتيك ايوه، وبيقول لي ان اتس تمبريتشر رايز تو ذا ستجنيشن فاليو اوف 305. طبعا لما جه في الفلو ده فجاه طبعا لقى ان التمبريتشر عيت لكام؟ ل 305، يبقى ده معناه ان ده الرقم ده بتاع اللي هو الاستجنيشن. فانا لو جينا طبق القانون ده يا شباب فالتي ستجنيشن لو انا عاوز اعرف هل الرقم ده صح ولا غلط، يبقى تي زي الفي سكوير على ال 2 سي بي، التي عندي ب 300، الفي سكوير 100 سكوير على ال 2 في 1.5 من 1000 في 1000، لان ال 1.5 من 1000 دي كيلو، يبقى يطلع عندي كام فعلا؟ 300 في 5. لان هو كان النظام ده يا شباب بيقول لك ان هنا بيقيس ببروب، يعني هو ما حسبهاش، هو بيقيس ببروب. فبروب قرات معاه 305، فهو عاوز يعرف 305 دي فعليا هي فعلا درجة الحرارة ولا لا؟ وده يطبق قانون الاستجنيشن، وبالفعل طلعت كام؟ 305. ده معناه إن الفي سكوير أو كمية
الطاقه اللي موجوده في جزء السرعه ده هو اللي يقدر يعلي درجه الحراره من 300 ل 305 اللي هم 5 درجات كيلو. طيب هيظهر معايا برضو في موضوع الاستجنيشن ستيت ان انا وارد ان يبقى عندي طبعا زي ما في اي بروسيس يبقى عندي اكشوال كيس وايزنتروبيك كيس اللي احنا قعدنا نتكلم عليه. طيب الاكشوال كيس الفرق ما بينهم ايه؟ ان وارد الاكشوال كيس دي تبقى برضو اديباتيك لاي سبب ما ولكن لا يمكن تبقى فريكشنلس. يعني هو الفرق الرئيسي دلوقتي ما بين الاكشوال والايزنتروبيك ان دايما الاكشوال كيس لازم يبقى فيها فريكشن من اي نوع. طيب زي ما اتفقنا ان الاتش ستجنيشن عندي ثابت زي ما احنا شايفين كده الاتش ستجنيشن بتساوي الاتش ستجنيشن اكشوال والتي ستجنيشن بتساوي التي ستجنيشن اكشوال. طب ايه اللي بيختلف ما بينهم يا شباب؟ البي البريشر. البريشر هو اللي بيختلف ما بين الاستجنيشن وما بين الايه؟ الاكشوال. لان دايما يا شباب الاكشوال بريشر اقل في عمليه الكومبريشن ديت من الايزنتروبيك او الايديال كيس بتاعتي. طب ده سببه ايه يا شباب؟ يعني ليه ما بقدرش اوصل للضغط الايزنتروبيك وبرضه اوصل للضغط اكشوال اقل من عشان الترم بتاع الفريكشن. الترم بتاع الفريكشن ده هو ده الماينس بتاع اللي بيقلل الجزء بتاع البريشر اللي احنا شايفينه ده. لان احنا في النهايه احنا مثبتين ان البروسيس كلها اديباتيك يعني العمليه اديباتيك فالترم بتاع الحراره ملوش اي تاثير عليها. فالترم الثاني هو اللي هو الجزء الفريكشن. طبعا يا شباب لو احنا هنطبق طبعا عمليه الايزوتروبيك فاحنا نقدر نعمل برضه العلاقات نفس العلاقات اللي هي الاستاتيك على انها ستجنيشن يبقى دي ستجنيشن على دي بتساوي ستجنيشن على دي انفجار على نص الواحد نفس الموضوع في علاقه الرو برضه دي طبعا علاقات الايزوتروبيك لكن شلنا بس الترم الاستاتيك وحطينا الترم التوتال اللي هو الجديد اللي احنا وصلنا له. في حد عنده مشكله في الكلام ده يا شباب؟ محدش عارف ليه البريشر قال كل حاجه؟ طيب هو بيقول لي دلوقتي يا شباب ان الاكشوال فلويد بروسيسر ممكن ان انا يبقى عندي افكت وده اللي احنا اكدنا عليه ان انت ما تقدرش تستناها في الاكشوال بروسيسر. يا شباب احنا اتفقنا ان الفرق بين الاكشوال بروسيسر في الرسم ان في فريكشنز ان ما فيش فريكشنز ما فيش بروسيسر اكشوال لو حتى شويه هوا معدومه على الترابيزه ديت ان ما يبقاش عندي فريكشن لا لازم يبقى في عندي فريكشن وفي الفلويد انت اكيد درسته البوند لاير البوند لاير ده اساسه الايه؟ موضوع الفريكشن او اللي بيعمله يعني. طبعا ايه اللي بيحدد يا شباب ويمكن دي برضه اتاكد لكم عليها في الفيديو ايه اللي بيحدد السمك بتاع الباوندر لاير بتاعتي؟ الفسكوستي بتاع الفيديو يعني الهواء السمك بتاع الباوندر لاير بتاعه غير الاويل غير الميه كل ما الفسكوستي بتبدا تعلى كل ما السكنس بتاع الباوندر لاير ده عشان يقدر يتغلب على الفريكشن اللي بيحصل ما بينه وما بين السطح بيعلى نتيجه اصلا ان انت لو ركزت شويه في الفلويد ده هتلاقي ان الفسكوستي دي داخله في حساب قانون ايه او حساب فورس ايه؟ لا الفسكوس فورس او الشير فورس الشير فورس الشير فورس بتساوي ميو في الديو باي ديو العامل الاساسي فيها اللي هو الايه؟ الديناميك فدايما بيقول لي ان في الاكشوال فلو يا شباب انا اقدر اخد الايفكت بتاع سواء الهيتروسكوب او الفريكشن الونج ذا فلو بوكس تمام؟ وده معناه يا شباب لو انا بقى خدت الفريكشن خدت هيت ترانسفير ده معناه ان الاستجنيشن اللي ممكن يكون ثابت، لو رجعت للقانون تاني اللي احنا قلناه كان الشرطين اللي احنا حاطينهم اديباتيك فريكشن ليست، فالاثنين دلوقتي مش موجودين، وبالتالي عند اي نقطه هتلاقي في استجنيشن جديد. يعني اي نقطه في الفلو هتلاقي في استجنيشن جديده بما ان الفلو ده لا معزول ولا احنا ضامنين ان هو فريكشن ليست كاكشوال فلو، فهتلاقي عند كل نقطه معايا في لوكال حاجه اسمها لوكال استجنيشن بوينت يعني بوينت جديده استجنيشن بايه؟ بقيمه معينه. في مشكله كده يا شباب؟ ده الفرق ما بين ان انا ابقى شغال اكشوال فلو وما بين ان انا ابقى شغال ايزوتروبيك فلو. احنا زي ما اتفقنا في الايزوتروبيك اللي شرحناه الجزء اللي فات ده كان الاتش استجنيشن ثابت في الحالات اللي احنا الاسامشن تحت الاسامشن اللي قلناها. في الاكشوال فلو لا ما ينفعش حتى اقول الاتش استجنيشن ثابت ده عند كل نقطه في استجنيشن ايه؟ معين بقيمه معينه اقدر اقيسها. هو مثلا لو في كريه كبيره شويه لو كريه عندنا كبيره شويه الكون كبيره هتبقى يعني الكون كبيره صغيره يعني مش كبير ممكن نعتبر ال
بعيد عن الباوند لاير ديت اللي هو الايزومتريك. وارد لو انت هتقدر تضمن باقي الشروط اللي هيحس اللي هو الكيو اللي هو مفيش هيت يعني. وده على فكره جاتش وفلوس حاجه تانيه. انت عارف لو عايز الماسوره يعني حاطط على قد الجامبر بتاعها تقريبا ثلاث اربع مرات عشان لازم يبقى عندك هيت. احنا لو قللنا الهيت ترانسفير شويه ممكن يعمل لا لا صعب. ما تقدرش تعمل حاجه موجوده عندك مشكله. الموضوع ان انت تعمل هيت ترانسفير ده اكبر غلط. موضوع ان انت تهمل وما تعودش نفسك على الموضوع ده ان انت تعمل مثلا ليكج بسيط. يعني هو ليكج بسيط ممكن في النهايه مثلا وده اللي بيحصل معانا بره ان انت تيجي تضغط خط مثلا حريق تلاقي الضغط مثلا ريح مثلا حوالي 1.1 او 2.1. الناس تقعد تقول لك ده في هوا في الخط ده والاقاويل تزداد. لا هو بيبقى فيه ليكج بسيط من يا اما فيتنج يا اما مثلا وصله مرنه فلانجة. بس للاسف ما بيبقاش باين لان الخط لسه جديد وممكن يبقى في حاجات متقفله كتير انت مش شايفها. نتيجه طبعا ان احنا عندنا يعني شيء اساسي ان في كوردينيشن بيبقى غلط في الموضوع. يعني ان انت تبقى قاعد مع بتاع الكهرباء وبتاع التكييف وتلاقي ده دخل في ده فده اساسي في الموقف. فبتضطر تعمل حاجات مش موجوده على الرسم فبتبدا تظهر المشاكل. فمعنى ان انت تعمل حاجه بسيطه زي دي خط الحريق دايما يا شباب بيبقى مضغوط. فالجير رايح معاك فتره التست مثلا 1.1 2.10 وارد انه يجي بعد فتره تلاقي رايح له 1 بره 2 بره. يجي الخط اشتغل يحصل فيه مشكله. وده حصل كوارث منها بسبب انظمه التبريد بالذات وانظمه الفاير فايت ان يبقى في تسريب ومش باين وقدرا كده ان انت دايما بيبقى عندك مثلا فلوميتر كده معرفك ان الخزان ده مليان مثلا. قدر ان ممكن من الراس بتاع المايه الجميله بتاعتنا في مصر بالاخص ان البليه بتاعت الفلوميتر دي تبقى واقفه. تبقى واقفه على الفل. ففجاه تيجي تشغل السيستم ما تلاقيش فيه مايه. ودي يعني سبب. يعني عايز اقول لك السبب ده اللي خلى حادثه تشيرنوبل تحصل. ان تنكات التبريد الجلاس توب اللي عليها اللي بتقول ان التانك ده مليان كانت البليه معلقه والتانك ما فيهوش ميه. جه درجه الحراره عليت فتح خطوط التبريد المفروض درجه الحراره تنزل ما نزلتش وصلت للكريتيكال كونديشن دخل القطاب اللي هي بتبرد المفاعل ديت ماتيريال مختلف عشان يفصل الرياكشن راحت سايحه راحت الكارثه اصلا. بغلطه واحد ما شايفش على الموضوع مظبوط. لان في ابلكيشن شغال ما فيهاش مجال للخطا. عايز اقول لك ان انت بتعمل تيست واحد وتيست اثنين وتيست ثلاثه وتيست 10 قبل ما تسلم الحاجه وكل فتره تعمل ريكومنديشن وتعمل لها تيست ثاني بالذات في انظمه التبريد الحاجات الكريتيكال دي. فما تتهونش باي حاجه ولا تهمل اي حاجه اي افكت معايا خالص. لان انت دلوقتي تهمل براحتنا ونعمل لان احنا شغالين ايه ثيوريتيكال على ورق. انما انت بره مش حاسس انها كده. في ضغط نزل ثواني او حتى اتهز يبقى في مشكله على طول. المشكله ايه؟ دي وظيفتك بقى ان انت تعرف المشكله فين وتحلها قبل ما تسلم القطع. انما هتسلم على الواقع ما انت اسمك هيبقى مش كويس. وعلى فكره في ناس بطلت شغل بسبب الموضوع اصل ما فيهاش تاريخ. اصل انا واحد مالك مثلا وجيت اسال ولقيت مثلا الشركه كان مستلم او المهندس الموقع والشركه بعد كده حصل فيها مشاكل وبتاع انا عمري ما جايبك تاني قولا واحدا. ما اصل انت هتضربني انا دلوقتي بشغل فلوس بحط فلوس وباخد مناقصات وبتاع المناقصات تقع مني او مشروع يقع مني او مشروع يظهر فيه مشاكل والاسم بتاعك بيبقى موجود على المشروع بالاخص بره. انا بره يا شباب وانا مسافر بره الفتره اللي فاتت ديت الاسانسير نفسه كان مكتوب المهندس المسؤول ورقه كده موديل الاسانسير اتركب امتى مين المهندس المسؤول اللي راكب واستلم ده اسانسير اللي هو حاجه يعني نادرا ان هيحصل فيها مشكله اصلا. فالحاجات دي ما ينفعش نهرب فيها. لا نعمل حاجه ولا نكبر دماغنا من حاجه ولا مش عارف اسال مش عيب. يعني مش قادر توصل للمشكله اسال مش عيب. بس ما تسلمش الحاجه على ورا. في حد عنده مشكله يا شباب؟ طيب. خلاص كده يبقى ان شاء الله نكمل المره الجايه موضوع الاسانسير في الرياض.